الصور التي تشاهدون تأتيكم على المباشر، تلتقط في هذه الأثناء من إحدى شرفات قصر الثقافة بأعالي العاصمة. الصور التي يمتعنا بها في هذه الأثناء الزميل المصور محمد مجدني والمخرج أمين محروق هي لأجمل واجهة بحرية للجزائر العاصمة، لؤلؤة البحر الأبيض المتوسط. أهلا بكم مجددا. إذن برنامج حوار الساعة يلقاكم على المباشر من قصر الثقافة، وملفنا هذا المساء هو أحد القطاعات الهامة، وهو قطاع البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. القطاع الذي كان في حاجة ماسة إلى إعادة هيكلة شاملة يعرف اليوم تحولات كبيرة ليمكن الجزائر من مواكبة العصر من جهة، والعبور والانتقال بها إلى عالم المعرفة، إلى عالم المعلومات، وإلى الاقتصاد الرقمي. قطاع تكنولوجياته تتطور بسرعة مذهلة، ومستقبله في غزو السماء عن طريق الأقمار الصناعية. قطاع يعول عليه كثيرا ليسهم في تنويع مداخل الجزائر عن طريق الاقتصاد الرقمي، تلبية الحاجية الوطنية، ولما لا تسويق هذا المنتج خارج حدود الوطن. قطاع إذن تقوده وزيرة شابة هي عنوان ثقة فخامة رئيس الجمهورية في الشباب ومنحه مسؤوليات كبار ليؤكد قدرته على التسيير. معالي وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال السيدة هدى إيمان فرعون. معالي الوزيرة أهلا بك إلى برنامج حوار الساعة، شكرا جزيلا على تلبية الدعوة. مساء النور أختي فريدة، شكرا على الدعوة، ومساء النور لكل الجزائريات والجزائريين. شكرا. معالي الوزيرة، قبل أن نفصل في النقاش، هدى إيمان فرعون أصغر وزيرة في الحكومة، سنة ونصف على رأس القطاع، قطاع مثقل بالمشاكل، انتقل من قطاع إداري بحت إلى قطاع اقتصادي ضروري أن يكون منتجا ويعول عليه كثيرا في المرحلة الراهنة. تعملين في صمت وتفضلين الأفعال الهادئة على الخطابات الصادحة كما قال روزفلت ذات يوم، وإن كانت بصماتك جلية في القطاع. تتعرضين للانتقادات من حين لآخر، ما تعليقك معالي الوزيرة؟ والله النقد شيء يعني طبيعي، إذا كان النقد بناء فمرحبا به، نسمع ننتصح ونحسن الأداء. أما إذا كان النقد سببه هو عدم الإلمام بالموضوع أو الرغبة في الإساءة أو ملء الصفحات أو التجريح، فوش نقول لك، كما كان يقول الرئيس الراحل هو ريبوندي الله يرحمه، ما احنا إلا خدامين حزام، أهم شيء هو خدمة الشعب، اللي ما يخدمش ما يغلطش، واللي ما يخدمش ما يغلطش. شكرا معالي الوزيرة. إذا قطاع كما سبق وذكرت في حصيلته الكثير من المنجزات لسنة 2015، ومنجزات أخرى تنتظر التجسيد ضمن أفاق سنة 2016. نتابع هذا الفيتيار مع فاطمة أديب. قطاع البريد قطاع يسارع الزمن لكسب معركة الإصلاحات ضمن استراتيجية شاملة لمواكبة التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم. بريد الجزائر أحد أعمدة القطاع يشهد في السنوات الأخيرة إصلاحات عميقة، ارتقاء بالخدمات المقدمة وتحسينا لظروف الاستقبال بإنشاء وإعادة تأهيل عدد كبير من المكاتب البريدية، وصل إلى 3700 مكتب عبر الوطن، وهي أكبر شبكة مصرفية على المستوى الوطني تتجاوز عدد الوكالات البنكية مجتمعة. وفي قلب الإصلاحات تتجلى عصرنة القطاع من خلال مكاتب جهزت بموزعات إلكترونية للدفع الفوري تغني المواطن عناء الانتظار، كما تم استحداث نظام الشباك الموحد وأدرجت آلية الاطلاع على الحساب الجاري عن طريق الانترنت.
ومع التزايد المستمر لعدد الزبائن كانت صورة مشاهد الانتظار والاكتظاظ في كثير من الأحيان لصيقة ببعض المراكز البريدية ومعها شح في السيولة اللازمة والانقطاعات المتكررة في شبكة الأنترنت خاصة في المناسبات الدينية والاجتماعية. نقائص تضعها الوصاية في خانة التحديات التي تسعى لمواجهتها بوضع الحلول اللازمة، فجاء اليوم تدعيم القطاع بثلاثة مراكز عصرية تعمل بأحدث التكنولوجيات وبمقاييس عالمية تغطي جميع المكاتب البريدية عبر الوطن، كما تضمن التكفل الآني والسريع بالمشاكل والأعطاب المسجلة، وكذا مراقبة السيولة تحسينا لمستوى ونوعية الخدمات المقدمة من قبل بريد الجزائر. اتصالات الجزائر مؤسسة لها وزن كبير في مجال الاتصال، حيث شهدت هي الأخرى قفزة نوعية في مستوى خدمات الأنترنت، فبعد كسب رهان الجيل الرابع في الهاتف الثابت بتغطية واسعة، فهي اليوم بصدد إطلاق خدمة الجيل الرابع للهاتف النقال الذي سيرفع من نسبة التدفق العالية المنشود وتوسيع شبكة التغطية بالقرى والمداشر للقضاء على التذبذب والانقطاع في خدمة الانترنت التي تميز بعض الخدمات خاصة بالنسبة للمؤسسات الاقتصادية التي تعتمد كليا على هذه الخدمة. اتصالات الجزائر التي أضحت العمود الفقري لكل تطور تكنولوجي اقتصادي قطعت شوطا كبيرا في السنوات الأخيرة في تحسين البنى القاعدية للقطاع، سيما ما تعلق بتوسيع شبكة الألياف البصرية، وهي تواصل اليوم جهودها لبلوغ مستويات متقدمة في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية وإنجاح ما يعرف بالثورة الرقمية بكل ما تحمله الكلمة من أبعاد تكنولوجية علمية واقتصادية. إذن معالي الوزيرة، كما تابعنا في الفيتيار، جهد يبذل لا يمكن بطبيعة الحال إنكاره في بريد الجزائر بداية في محاولة لعصرنة هذا القطاع الهام. الأرقام تتحدث عن نفسها، حيث لمسنا ارتفاع عدد مكاتب البريد، فيه أيضا أكثر من 18 مليون حساب بريدي، فيه أيضا أموال ضخمة تمر عبر أرصدة زبائن بريد الجزائر بمعدل 600 ألف مليار دينار. السؤال اللي يطرح اليوم معالي الوزيرة، هل أرصدة الجزائريين في مأمن؟ يعني يبدو أنها غير آمنة لأن نظام أو أنظمة بريد الجزائر غير مؤمنة. هذا المشكل الذي طرح لسنوات، هل تم التكفل به اليوم؟ شكرا. بالفعل في بريد الجزائر ولعد سنوات طويلة كان الاعتماد على تجهيزات قديمة وفي نفس الوقت أنظمة معلوماتية غير معاصرة، أن التكنولوجيا كما تفضلت تتطور بسرعة وحتى تقنية القرصنة تتطور كذلك. النظام اللي كان يعني جيد في قمة التكنولوجيا في بداية التسعينات اليوم وإحنا في 2016 ما يصلحش، وكان سهل جدا اختراقه. وحتى التجهيزات، من ناحية التجهيزات كان مراكز بريدية تاع أول نوفمبر تاع بيرتوتا كلها يعني كل يوم انقطاعات في التيار الكهربائي، الخيوط الكهربائية متداخلة، صعب جدا صيانتها وتكفل يعني بتحمل 18 مليون حساب بريدي وعمليات كثيره في ان واحد في عبر اكثر من 12 الف شباك. اليوم بريد الجزائر خلال 6 أشهر الماضيه بعد ان قامت باعداد دفاتر الشروط اقتنت انظمه واللي شفناها صباح اليوم يعني بنك للمعلومات جديد للتجهيز. الحمد لله تخلى الجزائر كجهاز يعني في كما يقولوا بالعاميه في صندوقه. مجموعه شباب جزائريين في بريد الجزائر واللي هما مهندسين منتوج الجامعه الجزائريه قاموا بتركيب الجهاز بتوصيله مع شبكه الانترنت مع الشبكه الداخليه تاع بريد الجزائر، وقاموا بترحيل كل الانظمه اللي كانت متفرقه على مراكز كثيره حطتها في هذا البنك المعلومات الجديد. اليوم 18 مليون حساب راهي في مركز واحد، في نفس الوقت كل الانظمه المعلوماتيه راهي في نفس المركز. كل هذا الشيء تم خلال عمل على قدم وساق لمده 6 أشهر من مجموعه صغيره جدا
جدا من الشباب الجزائريين، والترحيل تم في يوم واحد اللي كان يوم الجمعة، يوم اللي يعني بريد الجزائر ما تعملش حتى لا يضايق الناس من الزبائن في خلال عملية الترحيل. ومن أول تشغيل كان مشى وما كان حتى مشكل، حتى تذبذب في الشبكة. الحمد لله اليوم نقدر نقول أنه أنظمة الجزائر، حسابات البريد تاع الجزائريين في أمان تام. نعم معالي الوزيرة، كان أيضا يعني إحنا كنا احتفلنا بعيد الأضحى المبارك منذ أيام فقط، ما لاحظناه هذا العام هو غياب الطوابير على مكاتب البريد، يعني ما كانش فيه مشكل لنقص السيولة كما تعودنا في السنوات الماضية. ما الذي فعلتم تحديدا للحد من هذه الظاهرة التي لا طالما أتعبت الجزائريين؟ والله فعلا مكاتب البريد كانت لمدة طويلة يعني شيء يحس في النفس، كانت مرادف لمعاناة المواطن لأنه يستنى ساعات وربما في آخر دقيقة يقولوا له ما كانش النقود. كنت تكلمت في ذاك الوقت وقلت كاين حل ظرفي، هو أنهم عمال البريد وجهت لهم نداء ونشكرهم كثير لأنهم لبوا النداء، قلت لهم زيدوا ساعات العمل من عندكم، قلت لهم لازم المواظبة، لازم اللي يقدر يعني ينقص من الوقت ما اللي يقضيه مع زبون ينقص لأكثر حد، لازم تحاولوا تعملوا حتى في الليل في شهر رمضان تخدموا في الليل، يعملوا يوم السبت الدوام المتواصل، بذلوا مجهود كبير، ولكن هذا حل ظرفي ما يقدرش يكون. كان بالموازاة معاه كان العمل في الخفاء، واليوم كان بريد الجزائر عندها أنظمة معلوماتية اللي تقدر عن طريقها هنا في المركزية تراقب 3700 مركز بريد، تراقب 12000 موزع بريدي، في كل لحظة يعرفوا إذا كانت فيها عطب، إذا كانت فيها سيولة ولا ما فيهاش، في آخر كل يوم نعرفوا كل مكتب بريد شحال صرف اليوم، شحال خرجت منه نقود، شحال دخلت، وبالمتابعة اليومية لحجم السيولة اللي تدخل كل مكتب واللي تخرج منه نقدروا ننظموا ونعرفوا إذا كان فيه نقص لازم نزيدوا أكثر ولا لازم نقصوا أكثر. بريد الجزائر قامت كذلك باقتناء سيارات جديدة لنقل السيولة بكل أمان. في الدخول الاجتماعي هذا نحيي كثير مجهودات العمال اللي قاموا بها، ولكن في نفس الوقت بدخول حيز الخدمة هذا مركز المراقبة الجديد ومركز التسيير عن المركزي هنا، نعم. هذه الطوابير وهذا نقص السيولة كلها راح تكون من الماضي، لأنه في كل لحظة نعرف كل مكتب بريد شحال فيه من دينار، نعم. وبمجرد أنها تنقص يكون يعني حمل السيولة من جديد. ماذا أضافت الموزعات الآلية لهذه العملية لجاب، يعني وإن كان فيه نقص كبير مسجل في تواجد هذه الموزعات والموجود منها بعضه معطل معلي؟ والله بالفعل الموزعات البريدية كانت تتعطل كثير لأنه في اتفاقية الشراء ما كانش فيه الصيانة كذلك، لما يقع في حالة عطب كان لابد الاتصال بالشركة الموردة في الخارج ونستناو وقت طويل حتى يجي فريق العمل لإصلاحه، وهذا شيء يعني غير معقول طبعا. ولذلك كان فيه عملية تكوين لعمال بريد الجزائر باش يقوموا بإصلاحه في المكان، وكان تم فيه ربط لكل هذه الموزعات البريدية مع شبكة داخلية لبريد الجزائر حتى يكون آنيا يعني يقدروا يعرفوا عن بعد إذا كان فيه عطب ولا فقط ما بقاش فيه نقود ولا فقط يعني عطب خفيف اللي يقدر يعني العامل يخرج من الشباك يفتحوا وينظفوا يعاود يرجعوا. كاين ايضا الجيل القديم والجيل الجديد من هذه الموزعات، الجيل القديم رانا نتخلصوا منه تدريجيا وشبكه جديده راح تكون يعني كلها عصريه. فقط باش نشوفوا الفرق، في جوان 2015 كان اقل من 3% من الاموال المسحوبه من بريد الجزائر تعبر عبر الموزعات البريديه، اليوم اكثر من 20%، قرابة 30% تسحب عن طريق موزعات الإلكترونية، موزعات الأوتوماتيكية هذه. نعم. ما يلاحظ معالي الوزيرة هو أن المعاملات المالية في الجزائر اليوم لا تتماشى والحركية التجارية وأيضا حركية الصرف، ولا يزال الجزائري يفضل الدفع نقدا. وإن كان يعني العالم قد تجاوزنا، كان مشى للصكوك بعدها مشى للشيك مشى البطاقة المغناطيسية، والجزائري ما يزال لحد اليوم في سنة 2016 ما يزال يفضل الدفع نقدا رغم كثرة الحديث عن الدفع الإلكتروني والذي ينتظر أن يعني يضع حد لعملية الدفع النقدي. متى ترى عملية الدفع الإلكتروني النور اليوم وتجسد ميدانيا معالي الوزيرة؟ والله سؤال في الصميم.
بالنسبة للدفع الإلكتروني، واش لازم المواطنين يفهموا أنه كاين الدفع الإلكتروني وكاين التجارة الإلكترونية؟ نعم. احنا واش نحبوا نشوفوا في الجزائر هي التجارة الإلكترونية. بالضبط. أي حتى أن السيولة ممكن تختفي تماما من المعاملات بين المواطنين بين التجار. هذه راح تكون مرحلة ثانية. المرحلة الأولى هو الدفع الإلكتروني. النقود لما يتم تبادلها عبر الحسابات مباشرة عن طريق البطاقة أو عن طريق الشيك، ما يلزمهاش تشريع جديد، لأنه بنك الجزائر يعني من منذ مدة عنده تشريع يسمح باستعمال النقود من حساب إلى حساب بدون سيولة. لكن واش يمنع استعمالها اليوم هو بالتحديد الأنظمة المعلوماتية لبريد الجزائر وللبنوك في الجزائر، لم تكن تسمح لحد اليوم بهذا. هل في إطار قانوني اليوم؟ الإطار القانوني اللي ينقصنا اليوم هو للتجارة الإلكترونية. يعني حتى لو كان مثلا بطاقة الدفع تاع بريد الجزائر تسمح لي أني نمشي ونشتري بها، إذا كان فيه مشكل من بعد بيني وبين التاجر، ما كانش إطار قانوني يحميني كمستهلك. نعم. هذا الإطار القانوني راه مقدم اليوم، راه في الأمانة العامة للحكومة. نتمنى أنه قبل نهاية السنة راح يعرض على الحكومة وتتم مناقشته وليت المصادقة عليه ويذهب للبرلمان بإذن الله. ولكن الدفع الإلكتروني بالنسبة لعدد من المعاملات يعني تكون محدودة ومقننة، ممكن نجذره بمجرد أنها الأنظمة المعلوماتية تاع المؤسسات المصرفية تكون يعني حصرت تحيينها وعصرنتها. اليوم بريد الجزائر خطط الخطوة الأولى، يعني تأمين الحسابات البريدية الجارية للمواطنين، لأنه ما نقدرش نتصور أني نسمح لأي واحد أنه يستعمل حساب البريدي لزبون من زبائن بريد الجزائر عن بعد، وفي نفس الوقت الحساب هذا ما يكونش مؤمن لأنه فيه خطر على ممتلكات الجزائريين. اليوم الحسابات مؤمنة من ناحية يعني فيزيائيا مؤمنة تقنيا، ومن ناحية يعني المعلوماتية النظام المعلوماتي جديد. المرحلة الثانية اللي راح تكون عن قريب جدا اللي نوعدوا بها المواطنين هو أنه راح يكون عندهم البطاقة اللي تحميهم لما يستعملوها في موزعات خارجية حتى عند ما يسمى بريتيبيو، عند التجار. عن قريب بإذن الله النظام المعلوماتي هذا بريد الجزائر يسمح لهم باستعمال ما يوجد في حساباتهم الجارية عن بعد وعبر الانترنت أو عبر الموزعات البريدية. هل سيكون دفع الإلكتروني عن طريق الهاتف النقال يعني الام بايمنت؟ والله الام بايمنت كان أحدث ضجة كثيرة كبير بين الناس وفي الصحافة. ما لازم أن نفهم أنه الام بايمنت يعني الدفع عبر الهاتف النقال عنده طريقتين. الطريقة الأولى هو أنها تكون تقريبا موازية للدفع عبر الانترنت، إلا أنها تستعمل تطبيق ممكن تحميله على جهاز الهاتف النقال. أي واحد يكون عنده حساب بريدي جاري أو حساب بنكي يكون يقدر عبر تطبيق تعطيله البريد الجزائر أو البنك اللي هو زبون عنده يسمح له أنه يتصرف في أمواله عبر الهاتف النقال أو عبر الطابلات أو عبر الحاسوب. ولكن كاين طريقة ثانية للأم بايمنت، وهي يعني الاستعمال العشوائي للأموال الافتراضية كما يقولوا لها، يعني لارجون فيرتويل. هو أنه يكون أي مواطن حتى ولو ما عندوش حساب بريدي جاري يستعمل ما يسمى بالفليكسي من أجل المعاملات. للأسف هذا النظام اللي مستعمل في بعض الدول الإفريقية واللي يظنوا أنه الناس يعني تستنى فيه كحل يعني سحري راح يجي ويفتح الطريق ويسهل المعاملات التجارية، ما هوش حل جيد، لأنه راح يشكل سوق موازية. يعني احنا نحبوا في الجزائر نتخلصوا من السوق الموازية الفعلية، راح نخلق سوق موازية افتراضية واللي فيها خطر كبير على أموال الجزائريين، لأنها في الواقع غير مقننة وليس فيها أي يعني أي وسيلة لتتبع طريق يعني الأموال عبر الإنترنت. المواطنين في الجزائر لازم نوفر لهم حماية كافية، ويوم النظام المعلوماتي يسمح بالدفع الإلكتروني في نفس الوقت تطبيق على جهاز الهاتف النقال راح يسمح بالمعاملات عبر الهاتف النقال، وعن قريب بإذن الله. ويبقى أيضا أن يتواصل مع هذا الجهد لتحقيق الدفع الإلكتروني التجار لتجهيز بالتأكيد. المحلات بالتأكيد، ولكن نظن أن التجار راح نتمنى أنهم راح يتبعوا هذا العصرنة ويمشيوا كلهم في التجربة الجزائرية الجديدة. معي الوزيرة فيما يخص تسيير بريد الجزائر، كثيرا ما يشتكي المواطن في الجهات الأربعة للوطن من تأخر وصول الفواتير، تأخر وصول الحوالات البرقيات، الرسائل، وحتى الطرود البريدية. ما هي الإجراءات التي اتخذت للحد من هذا المشكل؟ فعلا مسألة الطرود البريدية والرسائل معضلة يعني في بريد الجزائر.
تقريبا نقول لكم اني نقترح نفس الحل مثل المعاملات الماليه في بريد الجزائر. نعم. كاين حلول ظرفيه اللي اتخذناها، مثلا اتفاقيه مع مؤسسه سكك الحديديه من اجل نقل البريد، نقل الطرود والبريد من الجزائر الى اقصى الشرق واقصى الغرب عبر باستعمال القطار. ايضا اتفاقيات مع اصحاب سيارات الاجره، مع كل يعني وسائل النقل من اجل نقل الطرود البريديه في اقصى سرعه. كاين ايضا حلول من ناحيه يعني فرق العمل تكون صباح في المساء في الليل حتى نسرع يعني عمليه التوزيع. اول ما واش قدرنا نوصل، يعني افضل وقت قدرنا نوصل هو النقص من المده تاع اللي يبقى فيها الطرد ولا الرساله فيما كانت 11 يوم الى 3 ايام في المعدل. نظن انه هذا لا يكفي، هذه فقط خطوه حل ظرفي، ولكن كاين في نفس الوقت عمل في بريد الجزائر لكن نتائجه مازال باقي لها شويه باش تبان للمواطنين، هي لوبتيميزاسيون دو ريزو. نعم. يعني شبكه البريد تاع توزيع الطرود لازم نعاودوها من اساسه. كاين عمل ايضا في على مستوى وزاره الداخليه والجامعات المحليه من اجل اعاده تسميه الشوارع، لانه في بعض الاحيان نصيبوا في مدينه واحده شارعين او ثلاثه عنهم تقريبا نفس الاسم، في بعض الاحيان الاسماء والترقيم المنازل غير لا يتبع غير واضح ولا يتبع المعايير الدوليه، مما يصعب يعني ان نجعل توزيع الطرود اوتوماتيكي. نعم. لانه عددها هائل كبير للاسف، عدد الجزائريين زاد بزاف اليوم. الله يبارك، رانا 40 مليون جزائري، كنا واحد الوقت 5 ملايين 6 ملايين، ولكن طريقه التوزيع لم تتبع، كانت يعني يدويه. ولا زالها يدويه. نعم. حتى نفوت التطور الهائل في بالتاكيد حتى نفوت للعصرنه وللتوزيع الالكتروني للطرود لابد انها يكون عندنا يعني بنيه تحتيه اللي تسمح بها. اليوم كاين فرق كذلك راهي تعمل في بريد الجزائر، ونقدر نوعد زبائنها انه عن قريب باذن الله يكون الافراج عن وسائل جديده لتوزيع الطرود، وان شاء الله نوصلوا للمستوى اللي نطلبوه اللي نتمناه كلنا. نعم. لبلادنا. هل يمكن الحديث عن بريد عصري من هنا لنهايه السنه معالي الوزيره؟ بإذن الله. يعني كنت أشرت منذ حين أنه حليتي مشكل السيولة وتوفرت مؤخرا، لاحظنا أيضا أنه قطاع البريد لم يعرف هذه السنة الإضرابات اللي كان يعرفها في السنوات الماضية. ما الذي حدث بالتحديد؟ هل هو جهد مع الشركاء الاجتماعيين؟ هل هو حل يعني عمال القطاع؟ ما الذي حدث بالتحديد؟ والله عمال بريد الجزائر ككل الجزائريين عندهم وعي كبير ب يعني انها الجزائر دولة فتية، دولة تحتاج كل مجهودات وكل طاقات شعبها. الثورة الجزائرية مازال ما خلصتش، اليوم كاين ثورة التجديد، ثورة البناء، ثورة التشييد. عمال بريد الجزائر كان يكفي اننا نتحدث معهم، نقول لهم يعني على بالنا بلي راكم في مشاكل. كاين بعض مكاتب البريد شفتها في بعض المناطق النائيه حتى في شهر في الاشهر الساخنه يعني ما عندهمش مكيفات الهوائيه، وربما في بعض الاحيان حتى يعني الظروف اللي عملوا فيها صعبه، في بعض الاحيان نطلبوا منهم انهم يفتحوا حتى الساعه 7 مساء، انه في بعض الاحيان يكونوا نساء يسكنوا بعيد، ورغم كل ذلك تحملوا المسؤوليه، لكن فهمناهم انه مستوى الاجور نتاعهم، مستوى المكافئات نتاعهم، ظروف العمل نتاعهم كلها لا تتحسن الا اذا كان هما احسنوا الاداء. لانه بريد الجزائر رغم انها تقدم يعني خدمه عموميه الا انها مؤسسه اقتصاديه. نعم. حتى تزيد في الاجور، حتى تزيد في المكافآت، حتى يكون استثمار في ويعني توفير الراحه والرفاهيه للعمال لابد يكون مداخل اكثر. اليوم من ناحيه كاين العصرنه والتجديد اللي راح تنقص من يعني من الخسائر تاع بريد الجزائر. نعم. ونذكر انه حتى لمده عده سنوات حتى 2014 كانت بريد الجزائر تخرج بميزانيه سلبية. في 2015 فاتت من ميزانية سلبية إلى ما يزيد عن 7 ملايير دينار كناتج إيجابي لبريد الجزائر. نعم. ونحيي كثير كثير عمال بريد الجزائر اللي رغم هذه الظروف الصعبة يعني قدموا مجهودات خيالية. نعم. لكن اليوم نظن أنه حتى بالنسبة لهم حتى في أقصى الجنوب الجزائر هم شافوا باللي ظروف العمل تغيرت، الشبكة اللي كانت دائما تتوقف اليوم ما راهيش تتوقف. ما كانش مكتب بريد اليوم ما فيش مكيفات، بالفعل مازال كاين نقائص.
اعترفوا بها. أكيد. ولكن سنة بعد سنة راح نشوفوا أن التحول راح يكون كبير، وبالتأكيد بالتأكيد مع وصول الدفع الإلكتروني مشكل بريد الجزائر راح يقضى عليه تماما. نعم. لأنه العمل راح ينقص على العمال، هذا الدوام يعني الطويل راح ينقص، يعني عدد الناس اللي يوقعوا يعني هذاك التكاثف في مكاتب البريد راح يكون ناقص، لأن الناس تستعمل أموالها عبر الأنترنت وعن طريق بطاقات الدفع. ولكن ما ننساش أيضا أني ننوه بدور الشريك الاجتماعي اللي كان متفهم جدا واللي عمل معنا، ويعني ما نقدروش نحلوا المشاكل بين ليلة وضحاها، والحمد لله كاين تفاهم كاين مساعدة شوية علينا وشوية عليهم. ونظن أنه ربما يجي اليوم لعمال بريد الجزائر نذكرها، وكان حز في نفسي نهار اللي جيت قالوا لي اتصالات الجزائر وبريد الجزائر خرجوا من وزارة واحدة وكنا إدارة واحدة، اليوم هما أجرتهم ضعف أجرتنا. نقول لهم يجي اليوم اللي يكون عامل بريد الجزائر أجرته ضعف عامل بريد اتصالات الجزائر بإذن الله. إن شاء الله. على ذكر مكاتب البريد معالي الوزيرة، يعني العدد الكبير لمكاتب البريد وانتشارها يعني في قرى ومداشر الجزائر يحمل هكذا رمزية جمالية جدا للسيادة خاصة، والعلم يرفرف على هذه المكاتب، لكن يبقى الدور يعني بسيط، يبقى الدور إداري وفقط. لماذا لا تنفتح مكاتب البريد هذه المتواجدة في كل نقاط الجزائر على دور اقتصادي، دور أكثر حيوية اليوم؟ لست أدري أنه ممكن أن تستعير بعض الأدوار من البلدية مثلا، من قطاعات أخرى ممكن لمكتب البريد أن يؤديها مثلا. بالفعل، وكان ذكرتيني من قلتي لي رمز السيادة، كنت يوم رحت الولاية تندوف ومشيت لأقصى نقطة تغرب فيها الشمس على التراب الوطني حاسي منير، وشفت مكتب بريد الجزائر تما. فخر للجزائر. والله بالفعل بريد الجزائر في تراثه في التاريخ كانوا الناس يعني هو اللي يلتموا حوله المواطنين في أصغر المداشر. اليوم كاين عمل من أجل توفير خدمات مالية جديدة راح يفرج عليها عن قريب، ما كانش ممكنة لأنه شبكة بريد الجزائر ما كانش تسمح بها، وكان راح يكون أيضا عبء آخر ينضاف على عاتق عمال البريد. اليوم راه كاين تحضير الجانب القانوني والتأطير من أجل هذه الخدمات اللي راح نوفروها خاصة للمواطنين اللي عندهم يعني مداخل قليلة حتى نخفف عليهم العبء. نتمنى ربما مع دخول سنة 2017 راح تكون دخلت حيز الخدمة، ولكن بالموازاة مع ذلك كاين اتصالات الجزائر، كاين متعاملي الهاتف النقال اللي عرضنا عليهم انهم يجيو لمكاتب البريد ويعرضوا خدماتهم، كاين خدمات الضمان الاجتماعي، كل يعني المؤسسات النقديه في الجزائر لاكاس نوس كلها كاين مفاوضات بينها بين بريد الجزائر اليوم حتى تقدم خدماتها في شبابيك البريد، حتى المواطن يكون عنده مكان واحد فقط يمشي له يقضي كل حاجياته، ما يبقاش يتنقل من مكان الى مكان اذا كانت الشمس ولا الامطار، وايضا تنقص من زحمه يعني المرور في الطرقات. طيب. عنده مكان واحد اسمه بريد الجزائر يبقى دائما هو رمز الإدارة الجزائرية. نعم. معالي الوزيرة، نمر إلى قطاع آخر اللي هو قطاع تكنولوجيا الإعلام والاتصال والاتصالات، يعني ونبدأ من لاكاتجي الجيل الرابع فيما يخص الهاتف النقال، أيضا يكثر الحديث هذه الأيام، متى يعني يتم إطلاق هذه الخدمة؟ يعني يبدو أنه المرسوم التنفيذي جاهز، ما زلنا نبحث عنه في الجريدة الرسمية، لم ينشر بعد، ويعني حتى يدخل حيز النفاذ. هل يمكن اليوم أن يتم إطلاق هذه لاكاتجي في أقرب وقت وتوفير خدمة وتغطية شاملة ربما لم يتمكن الجيل الثالث من توفيرها؟ إذن بالفعل بالنسبة لخدمة الجيل الرابع من الهاتف النقال، المرسوم التنفيذي كما تفضلتي وقع عليه مع الوزير الأول عن قريب إن شاء الله، نظن في الجريدة الرسمية القادمة راح ينشر. بمجرد نشره يمكن للمتعاملين أنهم يقوموا بتسويق الخدمة. نتمنى يعني هي عملية تجارية، نتمنى أنهم كلهم ثلاثة جاهزين وراح نشوفوا العروض اللي راح يقدموها. بالنسبة للتغطية في الواقع الجيل الرابع مقارنة بالجيل الثالث يقدم تدفق أعلى
وخدمة أكثر ضمان، يعني ما فيهاش تقطع، راح تسهل استعمال الفيديو، تسهل استعمال ربما بالنسبة للناس اللي تستعملها في المعاملات البنكية والتجارية وبالنسبة للعمل، التدفق يكون عالي جدا. لكن في دفتر الشروط فرضنا عليهم حتى يكون يعني ما نغلقوش عليهم من الناحية التجارية، باش تتماشى في نفس الوقت مع الجيل الثالث اللي كان فيه بعض التأخر، واللي أيضا أدخلنا مرسوم تنفيذي اللي يسمح بتسريعه. طلبنا منهم أنها التغطية تكون على الأقل 10% من مساحة الولاية. هذا يعني أنه 90% اللي بقات مغطاة بالجيل الثالث. إذا كان المتعامل يشوف عنده إمكانية تجارية أنه يغطي أكثر من 10% فيقدر يروح حتى 100%، ما كانش اللي يوقفه، يعني ما كانش حدود. إذا كان حب يغطي 48 ولاية من اليوم الأول ما كانش اللي يوقفه. ولكن يعني الإجباري ليه هي أنه خلال 3 سنوات يغطي كافة التراب الوطني. وكاين رزنامة اتفقوا عليها مع سلطة الضبط للانتشار لتسمح بتغطية 48 ولاية خلال 3 سنوات، وكل ولاية الجنوب والهضاب العليا خلال السنتين الأولى لانتشار الخدمة. يعني بالنسبة للمواطن حتى يكون عروض تجارية مغرية وما تكونش الجيل الرابع أغلى من الجيل الثالث، لما يتغطي فقط 10% ما يقدرش، يعني المتعامل ما يقدرش يعطيك شريحة يقول لك هذه الجيل الرابع وسعرها أكثر من الجيل الثالث، لأنه ما راحش يكون خدمة يعني تام متواصلة عبر كل الولاية. لابد في بعض المناطق يكون توقف وتمر الشريحة للجيل الثالث. إذا هذا بالنسبة للمستهلك راح يسمح له أنه السعر يكون نفسه، أو ربما يكونوا فضلوا أنهم يديروا بعض الاختلافات حتى يقدموا عروض تجارية. لكن المنافسة مع دفتر الشروط اللي كان يعني سلس نوعا ما راح يسمح للمستهلك أنه يستفيد من أفضل يعني الأسعار، ويسمح أيضا للمتعاملين أنه من الناحية التجارية يحققوا أرباح. نعم، نتمنوا فقط أنه المشاكل اللي لقتها خدمة الجيل الثالث ما تلقاهاش خدمة الجيل الرابع، لأنه شفنا مثلا رزنامة الانتشار يعني كانت سبب في عدم توسع رقعة الجيل الثالث. أنا ذاك ربما لأسباب معينة في دفاتر الشروط تم وضع هذه الرزنامة، لأنه من باب يعني الديمقراطية أنه كل مواطنين الجزائريين يحصلوا على هذه الخدمة في نفس الوقت. احنا شفنا في الجيل الثالث كانت ولايات حصلت على الخدمة وولايات أخرى لم تحصل على هذه الخدمة إلا أشهر أو سنوات فيما بعد. شفنا أنه موبيليس كان كمل تغطية تاعه نهاية 2015، أريد نهاية 2016 يكمل، وجيزي حتى نهاية 2017 باش يكمل التغطية بخدمة الجيل الثالث، لهذا كان فيه عملية تسريع لـ3G. بالفعل والله نظن أنه في العالم كله ليس فقط في الجزائر ما لاحظ أنه الفرق بين الهاتف النقال بين الانترنت النقال والانترنت الثابت، أنه الانترنت النقال يعني لاقى إقبال عظيم يوم دخلت الجيل الثالث الجزائر، رغم أنها دخلت يعني متأخرة نوعا ما. كان فيه تخوف من أن المواطنين ما راحش يكون لهم إقبال، يقولوا الجزائريين يعني ليسوا شغوفين بالإنترنت، أو الإنترنت الثابت ما انتشرش كثير، خافوا أنهم يفرضوا على المتعاملين استثمار كبير وما يحققوش الأرباح اللي تعود عليهم يعني باش يثمنوا الاستثمارات نتاعهم. لكن إحنا واش لاحظنا أنه الجزائريين أقبلوا عليه، حتى أنهم بدأوا يشكيوا يقولوا ما يكفي زيدونا. إذا قمنا بتسريع الجيل الثالث وعندنا ثقة كبيرة أنه الجيل الرابع اليوم. إحنا واش قمنا واش قدمنا في الدفاتر الشروط؟ ما كان ولا سقف أي تسقيف، ولكن كان حد أدنى، يعني نفرضوا عليهم حد أدنى باش كل المواطنين يكون عندهم الحق، أما الحد الأقصى فهو مفتوح. إذا المتعامل لما يشوف أنه كان طلب من عند المستهلكين ويعرف أنه باللي راح يربح راح يغطي المنطقة ويحقق هو يحقق أرباحه والمواطنين يستفيدوا من هذه الخدمة. نعم، معالي الوزيرة، مناطق الظل وغياب التغطية بالهاتف النقال في بعض الطرق الوطنية في الجنوب، في الهضاب العليا، طريق السيار شرق غرب، ومناطق أخرى نائية في أقاصي الجزائر، يعني دفتر شروط المتعاملين في الهاتف النقال يفرض أو يجبر المتعامل على، يعني هناك نوعين من التغطية بالنهاية، فيه تغطية استراتيجية وهذه اللي تهم الدولة الجزائرية حتى وإن كانت توفر خدمة لعشر مواطنين أو 15 مواطن. في المقابل فيه ما يعرف بالتغطية التجارية أو الاقتصادية اللي هي الهدف اللي يسعى وراه متعامل الهاتف النقال. اليوم كيف يمكن جمع هذه المعادلة بين التغطية الاستراتيجية والتغطية الاقتصادية
الاقتصادية وتحقيق الأرباح للمتعاملين وإجبارهم على توفير التغطية والقضاء على مناطق الضيق. بالفعل كان في دفاتر الشروط سلطة الضبط يوم يعني وضعت هذا الدفتر فرضت عليهم تغطية في المناطق التجارية، واللي هو شيء طبيعي لأن المتعامل راح يصرف نقود كبيرة، أموال هائلة يعني باش يحط الهوائية نتاعو باش يوصلها بشبكة الألياف البصرية. ولكن المناطق اللي ماهيش تجاريا ماهيش مربحة، واللي في المناطق الشمالية هي المناطق اللي فيها أقل من 1000 نسمة، أقل من 500 نسمة، في الجنوب اللي هي أقل من 1000 نسمة. هذه المناطق تدخل فيما يسمى بالخدمة الشمولية أو الخدمة العامة. نعم. يعني السيرفيس يونيفرسال. كاين صندوق على مستوى سلطة الضبط اللي تسيروا الوزارة مع سلطة الضبط بالتوازي لكل المتعاملين في نهاية السنة يساهموا فيه من منتوجاتهم عندهم. نعم. يعني انتاكس يدفعوها فيه، ومن محتوى هذا الصندوق دفتر الشروط نديروه مع سلطة الضبط تقوم ب يعني مناقصة، والمتعامل اللي يحصل على المناقصة يدفعوا له نقود من هذا الصندوق حتى يغطي المناطق اللي فيها كثافة سكانية قليلة. لكن معالي الوزيرة لسنوات وهذا الصندوق مجمد. للأسف جمد لسنوات، منذ رغم أنه كان موجود منذ 2002 طبط. إلا أنه حتى 2015 مشينا مع سلطة الضبط وفرضنا أنه يكون على الأقل يعني عملية رائدة أن بروجي بيلوت، وجربناه في بعض الولايات درنا مناقصة وتم الإعلان عن المناقصة من طرف سلطة الضبط، والمتعاملين كل متعامل ادى جزء من دفتر الشروط. اليوم رانا نستناو أنها سلطة الضبط تجيب لنا النتيجة، يعني حصيلة استغلال هذه الأموال كيفاش، هل ترى التغطية كانت جيدة أو لم تكن في المستوى. بمجرد أنه ينتهي المتعاملين من يعني من تغطية هذه المناطق اللي دخلوا في دفتر الشروط الأول للخدمة الشمولية راح نقوموا بالمناقصة بالنسبة لبقية المناطق حسب دائما الأموال المتوفرة في الصندوق، والصندوق اللي هو كل سنة نهاية كل سنة تدخل له أموال جديدة من عند المتعاملين. لكن في نفس الوقت بالنسبة لمناطق الظل كاين حل آخر اللي هو يعني ربما يجي يساعد الخدمة الشمولية، واللي نتمنى أنه راح يحل مع القانون الجديد للقطاع وهو الرومينج بين المتعاملين. نعم. يعني خدمة التجوال. اليوم لما يكون عندك مثلا شوفوا الطريق السيار. نعم. لازم موبيليس أريدو وجيزي كل واحد فيهم يوضع الهوائية نتاعو اصلا من الناحيه يعني الجماليه للمدينه وللطرقات شيء سيء، من ناحيه للذبذبات المغناطيسيه لتأذي صحه المواطن سيء انه يكون ثلاث شبكات يمشيوا في نفس الوقت. اذا في القانون الجديد نفرضوا على المتعاملين انهم يسمحوا بخدمه التجوال بيناتهم، يعني حتى لو كانت عندي شريحه تاع موبيليس ونمشي في مكان فيه فقط هوائيات اريدو نقدر نستعمله، ومن بعد موبيليس يدفع اريدو، اريدو تدفع موبيليس، الجيزي تدفع، وهذه خدمه التجوال بين المتعاملين مفروضة في العالم كله. نعم. حتى أنه لما يجي مواطن من الخارج عنده ربما شريحة من دولة أخرى من متعامل أجنبي يمكن يستعمل موبيليس وجيزي أريدو ويمشي الرومين، كل الجزائريين يعرفوه لما يروحوا للخارج، ولكن مع المتعاملين هنا الوطنيين ما كانش. بالفعل هي اتفاقية تجارية عندهم كل الحرية أنها يناقشوها بيناتهم كيفاش راح يعني يتم الدفع بيناتهم، ولكنها مفروضة خاصة في المناطق غير المغطاة. يعني ما كاش متعامل اللي يقدر يقول أنا ما عنديش تغطية لأنها ما تدخلش في حيز دفتر الشروط نتاعي، إذا كان متعامل آخر يغطيها لابد عليه أنه يستعمل هوائية المتعامل الآخر باش يغطيها. نعم. نتمنى أنه مع دخول القانون الجديد راح يكون ربما أكثر من نصف مناطق الظل تغطى بدون استثمارات إضافية. نعم. معالي الوزيرة فيها أيضا مشكل مطروح اللي هو ندرة الذبذبات. يعني معروف أنه هذا المورد مكلف جدا ونادر جدا، ألن يعيق انتشار خدمة الجيل الرابع للهاتف النقال؟ في الواقع بالفعل بالنسبة للذبذبات هي موارد نادرة جدا، وقيمتها في بعض الدول باعوا يعني تم بيع رخص استغلال الجيل الثالث والجيل الرابع بأموال طائلة لأنه الذبذبات متوفرة أكثر من عندنا. للأسف كاين اليوم مجال في طيف الذبذبات. نعم. فيه الجي اس ام، اخر فيه الجيل الثالث، واليوم وجدنا لهم مجال اخر للجيل الرابع. لكن
مرة أخرى بالتفاهم مع سلطة الضبط طلبنا أنه هذه المجالات الثلاث نعطوا للمتعاملين حرية دمجها في مجال واحد ويقدموا الخدمة كما يشاءون، لأنه عدد المستهلكين اليوم اللي راهم يمشيوا في مجال الجي اس ام راه ينقص وكلهم يحولون للجيل الثالث. إذا مجال الجيل الثالث يعني مكتظ، ممكن يستعملوا الجيل الثالث في مجال الجي اس ام او في مجال الجيل الرابع ولهم حريه كامله، ما يسمى بلا نوتراليتي تكنولوجيك، يعني الحياد التكنولوجي يستعملوا كما حبوا. هذه خطوه اولى. ما الخطوه الثانيه؟ هي تدعيم سلطة وكالة الوطنية للذبذبات أيضا مع القانون الجديد، نعطوا لها صلاحيات أكثر حتى تستطيع أنها تسترجع مجالات الذبذبات لغير مستعملة ولعيض عند بعض المتعاملين الآخرين اللي ربما يستعملوها ب 10% 20% والباقي كلها غير مستغلة. راح نعطوها سلطة أكثر وصلاحيات أكثر حتى تسترجعها وتقوم بإعادة إدماجها في مع التليكوم ويستعملوها المتعاملين ربما لما لا للجيل الخامس عن قريب. نعم معي الوزيرة، هل يمكن القول اليوم أنه تم حل كل مشاكل التكنولوجية لنشر خدمة الجيل الرابع؟ والله كل المشاكل لا يمكن أن نجزم أن المشاكل معدومة، لابد دائما فيه مشاكل ودائما العمل من أجل حلها، ولكن بالنسبة لرد يعني الأخبار اللي تجينا من عند المتعاملين، ونتكلم مثلا على المتعامل الوطني لأن عندنا عليه معلومات أكثر، ما كانش مشاكل في الواقع، الاستثمارات راهي ماشية، يعني الريسورس تاع لي فريكونس الذبذبات متواجدة، في بعض الأحيان يكون يعني نقص من الألياف البصرية تم يعني وضعها بسطها بإذن الله. نتمنى أنه بمجرد أنه المرسوم التنفيذي ينشر المتعاملين الثلاثة راح يسوقوا الخدمة في أيام قليلة. نعم معالي الوزيرة، فيه أيضا نقطة أخرى أو نمر إلى اتصالات الجزائر. يعني كثيرا ما تنتقد اتصالات الجزائر، معروف أنها نشأت لما تم فصلها عن الوزارة سنة 2002 تقريبا، وهي اليوم ربما مهمتها الأساسية هي نشر البنى التحتية لنقل الانترنت، لكن ينتظر أيضا أن يكون لاتصالات الجزائر أدوار أخرى، مثلا في مجال البحث العلمي، في مجال يعني نظرة جديدة اليوم خارج يعني هذا الدور الأساسي اللي هو البنى التحتية ونقل الانترنت. أجل اتصالات الجزائر فعلا هي يعني استحدثت، خرجت من إدارة، لأنه كانت وزارة البريد فعلا ما يعرف يعني عندنا تقليديا البي تي تي فعلا كان هو اللي يسير البريد ويسير الاتصالات، لكن مع فتح السوق في بموجب قانون 2003 تكونت بريد اتصالات الجزائر وعطى لها صلاحيات يعني أنها تكون متعامل اقتصادي. للأسف واش كنت تعاني ولا زالت للأسف تعاني تقريبا لحد اليوم، هي أنه ما زالوا عمال بريد الجزائر وإدارة بريد الجزائر تتعامل مع المواطن كأنها إدارة. إذا الجزائري لما يروح كزبون وليس كمجرد متعامل عادي مع الإدارة. بالتحديد الجزائري لما يروح لمصلحة بريد الجزائر باش يشكي يحس روحه يعني راهو في إدارة ولا في البلدية، ولا يحس روحه راه زبون يستقبل ويعني كملك. يجب كملك لازم يعني الموظف يسهر على أنه يحلوا مشكلته باش ما يفقدوش كزبون. ما ننساوش أنه الدستور يعني بعد تعديله يمنع أنه يكون المونوبول، يمنع أنه يكون متعامل الواحد يكون عنده احتكار للسوق فعلا. ولهذا كاين يعني حلين اثنين بالموازات يمشيوا من ناحيه، من الناحيه القانونيه راح يكون تكريس لفتح السوق تاع الانترنت للمتعاملين الخواص، لان اليوم الجزائر الحكومه الجزائريه تامن بانه الخواص هما مستقبل الاقتصاد الجزائري، هما اللي راح يعطوه الدفعه اللي راح يستنى اللي ينتظر فيها من ناحيه تعميم الخدمات اللي تمشي على الانترنت. ولكن من ناحيه اخرى كاين ايضا اعاده هيكله اللي راهي تتم في اتصالات الجزائر، لانه اذا اردنا اننا نخلقوا هيئه للبحث العلمي، اذا اردنا انه يكون المستهلك يعامل كزبون في اتصالات الجزائر، ايضا خليه يقظه لابد، خليه يقظه اللي تشوف المستقبل التكنولوجيات وين راهي رايحه، خليه متابعه اللي تشوف وين هي الاخطار اللي راهي تهدد الشبكه، اللي تهدد المستعملين. بالضبط. لازم تكون
ترتيب الاعمال في اتصالات الجزائر في الشركه لازم يكون سلس. نعم. اليوم للاسف لو كان تجي وتشوفوا الداخل عندنا المديريه الولائيه اللي هي تسير ما يعرفوه المواطنين بليزاكتر، يعني نعم. مراكز مكاتب اتصالات الجزائريه الوكالات، وفي نفس الوقت المراكز التقنيه، وكاين الاداره المركزيه هنايا في الجزائر العاصمه، وكاين الاداره الجهويه. والإدارة الجهوية لما نشوفوا على المستوى التراب الوطني كاين أكثر من 700 منصب عالي في هذه الإدارات ما عندهم ولا عمل يقوموا به، عملهم الوحيد هو حاجز بيروقراطي بين المستهلك والإدارة. نشوفوا مثلا المصالح التقنية عندها مسيرة مباشرة من المركزية، ولكن ما عندهاش علاقة مباشرة على المستوى المحلي مع الوكالات. إذا المواطن لما يروح للوكالة يقولوا له هنايا حنايا نتعاملوا معاك في كل ما هو تجاري كوميرسيال، لما يروح للتقنيين يقولوا احنا لازم يجينا الامر من فوق، احنا ما نتعاملوش مع الكوميرسيال. ما يخلي المواطن يدور في يعني دوامه المشاكل في على الواقع لا تحل. لهذا هذا سبب من اسباب، يعني ماهوش كله، لانه العمال كذلك في بعض الاحيان يحاولوا كما نقولوا يبتدعوا من عندهم حلول ويحاولوا يساعدوا المواطنين، ولكن بشكل عام ما تمشيش. احنا كلفنا مجموعه يعني من الاطارات في اتصالات الجزائر انهم يقوموا بتشخيص العمل الإداري في اتصالات الجزائر من القمة إلى القاعدة. نعم. وقاموا ب يعني اليوم يقترحوا نظام جديد اللي راح بعد أن توافق عليه بالتأكيد المجلس المسير لاتصالات نعم. الجزائر لما يدرسوه جيدا ويوافقوا عليه راح نغيروا كيف بشكل تام الهرم الإداري في اتصالات الجزائر حتى تصبح مثل المتعاملين في كل العالم، وإن كان المستوى المحلي فيه يعني القرار يؤخذ محليا. نعم. لأنه لما القرار يكون مركزي بالتأكيد مهما كانت الوسائل حتى ولو كانت وسائل معلوماتية راح يأخذ وقت، لأنه شخص واحد أو 10 أشخاص أو حتى 100 شخص ما يقدروش يسيروا ملايين المتعاملين. اليوم اتصالات الجزائر عندها أكثر من 2 مليون زبون، لكن احنا نتمنى ونشوفوا 10 ملايين ثم 20 بالضبط. مليون ثم 30 مليون. احنا حابين نشوفوا انه 100% من الجزائريين موصلين، مستحيل نوصلوا لها ما دام اتخاذ القرار يعني متمركز هنايا في الاداره المركزيه. نظن انه هذا راح يحقق قفزه نوعيه في عمل اتصالات الجزائر. من ناحيه اخرى في النظره الجديده هذه كاين خليه للبحث العلمي، خليه للمتابعه للتكنولوجيات، خليه للاستشراف، وخليه بالتاكيد للاستماع للمستهلك. نعم، رغم أنه معالي الوزيرة يعني لما نرجع القانون تاع 2003 نشوفوا أنه كان حمل أشياء إيجابية كثيرة، وكان حتى قفزة نوعية في الإطار التشريعي في هذا المجال مقارنة بالتشريعات الأوروبية، لكن ورغم أنه كان فتح المجال وكنا شفنا بعض الخواص اللي كانوا يستثمروا في البداية في هذا المجال، في مجال ماهوش في الأشياء الأساسية، لكن كان فيه بعض الخدمات اللي كان ممكن الخواص الاستثمار فيها، لكن تناقص العدد شيئا فشيئا إلى أن يبدو صار يعني يبدو الآن واضحا وكأن اتصالات الجزائر في حالة احتكار. للأسف بالفعل نشوف أنه قانون 2003 قام بفتح السوق يعني بطريقة رائعة، وكان يعني الجزائر كانت سباقة، دول كثيرة حتى أوروبية كما تفضلتي جاء فيها فتح السوق بعدنا، ولكن القانون توقف عند المبدأ يعني السوق مفتوحة، ولكن النصوص التطبيقية لم تتبع. اتصالات الجزائر كمؤسسة اقتصادية عندها الحق أنها ما تحبش المنافسة، سلطة الضبط ما قامتش بالواجب يعني ما فرضتش عليها الفتح، ولكن في نفس الوقت ما كانش كاين مراسيم تنفيذيه اللي تاكد، لانه القانون يعني ربما كان لابد انه ياكد على انها ترجع ليس فقط اختياري ولكن جبري. اليوم احنا بقوه الدستور اللي يمنع الاحتكار مع تعديل القانون ان شاء الله اللي نتمناه يعرض على البرلمان عن قريب، نفرض على سلطة الضبط مع اتصالات الجزائر أنهم يقوموا بتقديم دفتر اللي فيه تفاصيل فتح ما يسمى لابوك لوكال، يعني فتح الكيلومتر الأخير لاتصالات الجزائر للخواص. لأنه لماذا واش نشوفوا في دول أخرى متقدمة لما يجي شركة يعني تأخذ الكيلومتر الأخير ويكون عندها الزبون تتعامل معه مباشرة، هي تشتري بالطبع تدفق من اتصالات الجزائر، يعني اتصالات الجزائر لن تفقد شيء من رأس المال يعني ومن الأرباح نتاعها، باش تبيعه للمواطن ما تقدرش تبيع بنفس السعر لأنه ما عندهاش أرباح، لابد تبيع أكثر.
باش تنقص يعني من السعر راح تبيع له الانترنت باقل تسعيره ولكن تبيع له الخدمات في نفس الوقت بالضبط. وهذا ما ادى الى تطوير الخدمات في الخارج. نشوفوا مثلا انها تروح عند متعامل يشري بعض التدفق على المتعامل التاريخي، يبيع في مدينه واحده لكن يبيع الافلام، يبيع وسائل ترفيهيه فعلا. يبيع خدمات بريديه، يبيع خدمات يعني متنوعه جدا. المواطنين يستفادوا منها، المحتوى الوطني يستفاد منها، وفي نفس الوقت المتعامل يدر عليه بارباح ويخدم شباب ويكون فيه تطور وابداع وابتكار. نظن انه كاين حاجز وحيد فقط هو يعني على في مستوى القانون لابد انه يكرس هذا الانفتاح. نتمنى ان شاء الله راح نشوفوه يجسد على ارض الواقع عن قريب. معالي الوزيره، هل من نظره جديده ايضا لاعاده النظر في موبيليس وعصرنته؟ أجل موبيليس بما أنه يعني جزء من مجمع اتصالات الجزائر يعني من نفس المشكلة يعني المجمع هو أنه يعني خرج من إدارة وما زال يسير كما أنه إدارة. وبالتأكيد يعني رغم أنه المتعاملين الثلاثة نتمنى لهم النجاح ونساعدهم تجاريا عندهم كل الحرية، إلا أنه موبيليس يبقى المتعامل الوطني ولابد أنه يكون عنده لابد أنه يكون يساهم في الخدمة العمومية. لما نروح للجنوب الجزائري ولما نروح للهضاب العليا نلقاو أنه بعض المناطق اللي ليس المفروض فيها التغطية إلا أنه موبيليس يغطي على أساس خدمة عمومية وهو يعني من ناحية تجارية لا يربح. وهذه التغطية الاستراتيجية اللي تكلمنا عليها بالفعل وما يقوم بها بدون أي مقابل. نروحوا لبعض الولايات نلقاو 15 20 وكالة لموبيليس، وبالنسبة للمتعاملين الآخرين نصيب واحدة أو اثنين. للأسف احنا وجهنا لهم الدعوة في عدة مناسبات وقلنا لهم تحققوا أرباح كبيرة في الجزائر، لابد تستثمروا في الجزائر لأنه شباب الولايات الداخلية أيضا عنده الحق أنه يعملوا أنه تبنيوا وكالات، والمستهلكين ما لازمش يروحوا من كل القرى ويدخلوا حتى المركز الولاية باش يشريوا الشريحة هذيك، لابد أنه يكون وكالات في كل القرى وفي كل الدوائر في الولايات الداخلية وفي الجنوب بشكل خاص. لكن موبيليس مع هذا مع أنه عليها ضغط كبير للخدمة العمومية لأنه المتعامل الوطني إلا أنه لابد كذلك يعاود فيه إعادة نظر في النظام الداخلي نتاعو، إعادة نظر في هيكلة الإدارة عنده. نظن أن فيه تخصص يكون فيه مختلف لفيليير تاع مجمع تيليكوم. بالتأكيد لابد أنه يكون يعني يكون فيه الابتكار يخلقوا الخدمة. اليوم نشوفوا كاين متعاملين مثلا يستعملوا المراقبة عن بعد، يستعملوا الأشياء الموصلة يعني لي زوبجي كونيكتي لي زيوتي اللي هما المستقبل تاع تكنولوجيات الإعلام والاتصال. كل هذه تمشي بالابتكار، لكن لما الإدارة تكون ثقيلة حتى شاب لما يجي يعمل يكون عنده أفكار كثيرة يلقى نفسه بعد بضعة أشهر سنة سنتين يتحول إلى إداري جالس وراء مكتب ما عنده حتى إنتاج حتى إبداع. يعني يبقى عنده خيارين، يا إما يبقى في الروتين يا إما يخرج من المتعامل الوطني ويروح يعمل عند الخواص. نتمنى أنه حتى موبيليس راح تتبع اتصالات الجزائر ويكون التطور والتغير في المجمع ككل. نعم معالي الوزيرة، يعني دفاتر الشروط ألا تجبر المتعاملين الأجانب على استثمار جزء من أرباحهم داخل الجزائر؟ يعني الملاحظ وكأنه كل الأموال تحول إلى خارج الجزائر ولا تتم الاستثمارات اللازمة داخل الجزائر. والله قانون الاستثمار يأطر هذه الأمور أكثر من قانون القطاع، أكثر من دفاتر الشروط. دفاتر الشروط فيها خاصة إجبار المتعاملين على نوعية الخدمة للمستهلك. ونغتنم الفرصة باش نوجه النداء مرة أخرى لسلطة الضبط حتى تسهر على أن الخدمة في المستوى، ولما ما تكونش في المستوى في بعض المناطق لابد أنها تأخذ الإجراءات ضد كل المتعاملين خاص أو متعامل وطني، لابد أنه يكون خدمة المستهلك في المستوى. لكن إحنا لا دائما نحاول بطريقة غير مباشرة أن نفرض عليهم أنهم يستثمروا أموالهم في الجزائر، وهذا عن طريق تسريع الجيل الثالث، عن طريق نشر الجيل الرابع، مع أنهم المتعاملين في وقت يعني حاولوا أنهم يضغطوا نوعا ما ويقولوا ما زال خلونا نخلصوا الجيل الثالث وندخلوا الجيل الرابع، لكن قلنا لهم مرفوض تماما أنها الجزائر تبقى دائما متأخرة، ولما نوصل 2020 نبداو الجيل الرابع العالم كله يكون في الجيل الخامس. عندكم أموال راكم تحققوا أرباح طائلة،
كملوا الجيل الثالث ونشروا الجيل الرابع في نفس الوقت. الأموال موجودة، لما لا تستثمروها؟ طيب. لأن نضمن لكم أن 40 مليون جزائري راح يكون عندهم 80 مليون شريحة بالضبط. لأن اليوم نشوف 45 مليون شريحة للهاتف النقال في كل المتعاملين. طيب. أكثر من عدد سكان الجزائر بالضبط. يعني ما عندهم ولا حجة، كل سنتيم يستثمروه ممكن ربما يأخذوا 10 سنتيم كعائدات. نعم. معالي الوزيرة، خلينا نمشي للهاتف الثابت ونوعية التكنولوجيا المستعملة. يعني ما يزال المواطن يعاني من رداءة تدفق الإنترنت يا معالي الوزيرة، رغم كل إيجابيات تحدثنا عليها والتطور الملموس والحاصل في القطاع. هذه الانقطاعات المتكررة اللي يعانيها المليوني زبون، الجيل الرابع للهاتف الثابت لما جاء في البداية كانت سبقاته يعني حملة كبيرة، كنا نشوفوا فيه الحل السحري للانقطاعات المتكررة لتدفق عالي وعالي جدا، لكن بالنهاية ما مشاش بعيد، يعني بقى هو ولا دياسيل تقريبا نفس النوعية. يعني هل من جهد اليوم في هذا المجال؟ صح والله، في كل مرة نسمع مشكلة انقطاعات والتدفق المتذبذب وكامل يعني تكون شيء صعب نوعا ما، لأنه كما قلت لك من قبل هم الواحد هو المواطن البسيط أنه يكون عنده الانترنت. وما ننساش أبدا أنه أول شيء كلفني به فخامة رئيس الجمهورية هو أنه كل جزائري كل جزائرية يكون عنده التدفق العالي جدا. وهذا هو هدفنا يعني الأول والأخير. لكن مثل ما تكلمنا على بريد الجزائر نتكلموا على اتصالات الجزائر. الحلول الظرفية وحلول الترقيع هذه ما تصلحش لمدة طويلة. نعم. نتمنى أن المواطنين يتفهموا نوعا ما أنه يعني التراب الوطني شاسع جدا. نعم. إذا كان اتخذنا يعني حل يعني نرقعوا به، قال ناخذوا بعض المناطق ونقوموا باتفاقيات يعني سريعه مع الموردين ونبدلوا التكنولوجيا راح نحلوا المشكل بطريقه عاليه جدا وتقنيات هائله، لكن بالنسبه ربما 2 او 3% من المواطنين وهذا شيء مرفوض. احنا بلد ديمقراطي، بلد اجتماعي، كل الجزائريين متساويين، لابد اننا نبحث عن الحل اللي يسمح لنا انه كل اللي راهم اليوم موصلين يكون عندهم نفس مستوى الخدمه واحسن، وكل اللي ما عندهمش الانترنت وصلهم الانترنت في اقرب الاجال. ولهذا كان من ناحيه واش تكلمنا الان على اعاده الهيكله الاداريه لاتصالات الجزائر، من ناحيه اخرى من الناحيه التكنولوجيه. للاسف اتصالات الجزائر كانت توقع اتفاقيات مع الموردين الاجانب يعني تاع التجهيزات بالنسبه لاقتناء تجهيزات اللي نسمعوا لها دائما الامصان ولا فيبر اوبتيك وما الى ذلك. لما توصل التجهيزات ويبدا انتشارها نوجدوا انها التكنولوجيات تغيرت وما راهيش يعني ماهيش مواكبه للعصر، نحبسوا ونجيبوا اخرى. النتيجه شبكه غير متجانسه ابدا. نعم. تجهيزات كثيره مرميه في المخازن ولا يمكن استعمالها لانها قديمه. نعم. مشكله، لابد اننا نزيدوا نستوردوا تجهيزات وموارد البلاد قليلة بالعملة الصعبة في الفترة الحالية. اليوم نحاول بالتجهيزات الموجودة أننا مرة أخرى نطلبوا من العمال بريد اتصالات الجزائر أنهم يقوموا بالصيانة، ورانا نشوفهم حتى أيام العطل الآن راهم يتطوعوا ويخدموا بالجمعة، يخدموا السبت، يخدموا في الليل، حتى نوفروا هذا الحل يعني تاع الظرفي باش الناس تتواصل وما يكون انقطاع، يكون تصليح مباشرة. لكن في نفس الوقت كاين فرق راهي تعمل من اجل تغيير طريقه العمل مع الموردين حتى يكون اتفاقيات تسمح بانه المورد ما نشريوش عليه تكنولوجيا معينه، نشريو عليه اخر تكنولوجيا. يوم يتغير التجهيز اللي يدخل فعلاً. وفي نفس الوقت اي تجهيز يدخل حتى ولو كان يعني جهاز صغير او جهاز عملاق يدخل معه تكوين الجزائريين اللي يقوموا بصيانته اللي يقوموا بتشغيله والمتعامل الاجنبي اللي يجيب لنا التجهيز لا يخرج ولا ياخذ حقه، يعني لا ندفع الاموال حتى يقوم بتشغيل الجهاز. نعم. لان وجدنا للاسف بعض الاجهزه لم توصل بعد بالشبكه فعلا، ولما نزلوا نجربوها نلقاو انها فيها اختلالات. نعم. لكن تم اقتنائها منذ سنتين او 3 سنوات او 4 سنوات. يعني طريقه التعامل التجاري واقتناء التجهيزات في شركه
التكنولوجيه ماهوش نفس الشيء بالنسبه للشركه اللي تستعمل يعني تجهيزات عاديه وليست عاليه في التكنولوجيا. نتمنى انه عن قريب هذه التدابير راح تغير تماما طريقه عمل اتصالات الجزائر. اين نحن من التصديق الالكتروني معالي الوزيره؟ الوقت يمر بسرعه. بالفعل التصديق الالكتروني والله الجانب القانوني الحمد لله انتهينا منه، اخر المراسيم التنفيذيه خرجت اليوم، كان مقر الاول اللي راح يكون فيه في مدينه سيدي عبد الله راح يتم اعاده تجهيزه. دفتر الشروط جاهز، المناقصه راهي نشرت، نستناو العروض حتى نقتني التجهيزات في نفس الوقت نقوم باعاده يعني تجهيز المبنى اللي راح يحتضن هذه الهيئه، هيئه التصديق، الهيئه الوطنيه للتصديق الالكتروني. المارشي بيبليك ياخذ وقت فعلا، بضعه اشهر لما تكون التجهيزات موجوده تدخل الهيئه حيز الخدمه ان شاء الله خلال سنه 2017. نعم يعني معالي الوزيره كنت اشرتي منذ حين انه رئيس الجمهوريه دائما يؤكد ضروره ان تضمن الدوله حق المواطنين في الولوج للانترنت، هذا طبعا ما نطمح اليه اليوم، هو دور استراتيجي. نطمح ايضا الى دور اخر في قطاعك هو التنويع الاقتصاد وتسويق هذا المنتوج بعد الاكتفاء يعني وطنيا الى دول اخرى، وذلك من خلال تنويع الاقتصاد والانتشار الدولي. يعني تم انشاء اتصالات الجزائر اوروبا، فيه لازال جزائر افريقيا ولادوخسا الذي ترانس اريان، يعني مشروع الجزائر أبوجا، الربط بالألياف البصرية. اليوم أين هي الجزائر في محيطها هذا في مجال تكنولوجية الإعلام والاتصال؟ أجل والله هذا المجال مهم جدا، لأنه التكنولوجيات الحديثة بما أنها تأثر على كل القطاعات الأخرى راح تخلق القيمة المضافة. ولكن في نفس الوقت إذا نتكلموا فقط على الانترنت وبيع المنتوج اللي هو الانترنت والخدمات اللي تسوق عبر الانترنت، اذا كان استثمارات في الجزائر ونبيعوا الانترنت للجزائريين ما كان حتى اضافه يعني لابالونس ايكونوميك ناسيونال. لكن اذا سوقنا منتوجاتنا للخارج بالتاكيد كاين عمله صعبه راح تدخل. لهذا تم يعني قمنا بمشروع على وجهين، من الناحيه الاولى كان اتصالات الجزائر في اوروبا واللي راح يكون موطنه في اسبانيا، لانه الربط اليوم بالكابل البحري الجديد من وهران الى فالنسيا الاسبانيه ومن العاصمه الى فالنسيا راح يدخل حيز الخدمه ان شاء الله في الثلاثي الاول ل 2017. خلقنا هذه الشركه حتى يكون فيه يعني استعمال افضل ومناقشة أفضل تجارية لسعة التدفق اللي راح نجيبوها من أوروبا. ولكن في نفس الوقت بهذا الكابل، مع الكابل اللي يربط الجزائر العاصمة مع أوروبا وعنابة مع أوروبا كذلك، راح يكون عندنا اكتفاء ذاتي. ولكن اليوم عندنا تقريبا اكتفاء ذاتي، يعني مع زيادة لما نحسبه من 2020 مع هذه الكوابل الأربعة يكون عندنا أكثر من الاكتفاء الذاتي ربما مرتين أو ثلاثة. الفرصة مفتوحة لأننا نسوق هذا المنتوج لإفريقيا. واليوم الجزائر العاصمة موصلة مع عين قزام، يعني كل التراب الوطني. هذا مشروع كان ابتدى فخامة رئيس الجمهورية مع نظرته للمستقبل، مستقبل الجزائر في بعدها الإفريقي. لأنه المشروع أنه ما نتوقفوش عند عين قزام، لكن نمشوا الزندر في النيجر وأبوجا في نيجيريا، ولما لا حتى الجنوب إفريقيا، لما لا شرقا وغربا عبر كافة القارة الإفريقية. اليوم والله كان الجانب الاقتصادي هو أنه لما التدفق يمشي لهذه الدول يزيد يمشي عبر الخط الأرضي، يعني الألياف البصرية، راح يعود بعائدات على الجزائر، عائدات كبيرة جدا. لأنه نشوفوا أنه أكثر مصاريف اتصالات الجزائر، ربما أكثر من 60% من مصاريف اتصالات الجزائر هي باش تشري التدفق من أوروبا. إذا كان نبيعه في إفريقيا بالتأكيد العائدات بالعملة الصعبة راح تكون كبيرة. لكن في نفس الوقت ما نساوش البعد السياسي. لأن الجزائر كانت دائما رائدة في إفريقيا. اليوم الدول الإفريقية كلها رهينة كابل بحري، كلها موصلة بالكوابل البحرية اللي تعبر عبر المحيط. وإذا كان الكابل بين الجزائر وأوروبا في البحر المتوسط اللي هو صغير، دائما نخافوا عليه أنه ينقطع، إذا مجرد أنه باخرة يعني في 22 أكتوبر في 22 أكتوبر كان قطع، كان حادث. واش الأمر بالنسبة للكابل يجي من أوروبا حتى الجنوب إفريقيا؟ إذا كان نوفروا لهم الانقطاع التوصيل عبر الأرض، في حالة انقطاع
بضعة ساعات شاحنة تجي تحفر وتصلحوا يعني في ساعات قليلة، نضمنوا لهم هذا البعد السياسي للجزائر حتى تقوم بدورها في إفريقيا كدولة رائدة في المعلوماتية. نعم. لكن في نفس الوقت ما ننسوش البعد الإنساني. فخامة رئيس الجمهورية كان دائما يشوف الشعوب الإفريقية فعلا. والشعب الجزائري كجزء من الشعوب الإفريقية. والله بالأمس فقط كنت في دولة مالي الصديقة وتكلمت معهم وشفت شيء يعني يبقى يأثر كثير، لتدفق سعر الانترنت بالنسبه للمواطن العادي، يعني اللي عنده 2 ميجا ADSL في الشهر ما يعادل 300 أورو، يعني يستحيل على المواطن المالي انه يكون موصل، يستحيل على المدرسه في مالي، يستحيل على الجامعه في مالي، على المستشفى في مالي انه يكون موصل. اذا كان نمشيو ل 8 ميجا من اجل توصيل مستشفى ما يعادل 3000 اورو في الشهر، مستحيل دوله مالي تتطور هذا. ونتكلم على مالي لاني كنت تما نفس الشيء في النيجر، لانها دول ما عندهاش حدود بحريه، سعه التدفق عندها غاليه كثير. اذا كنا نحب انه هذه الشعوب تستفيد من التطور العصري، اذا كنا نحب أنها تبقى في دولها، ما نوقفوا الهجرة، نساعدوا على التطور البشري وتنميتها ونكرسوا دور الجزائر بالنسبة لهذه الشعوب، لابد أن نساعدوهم بهذا الخط. معي وزيرة فيه جملة من أسئلة لمواطنين سجلها زملائي في محطتنا الجهوية، نتابع. انشغال تاعي السيدة الوزيرة أنه في وكالة تجارية، نطلب من السيدة الوزيرة أنها تقرب الوكالة التجارية للمواطنين للتحصيل المالي هذا. معناها دائرة كما دائرة سيدي خويلد في ولاية ورقلة ما كانش فيها وكالة تجارية باش الناس تخلص الانترنت تاعها. نطلبوا من كان تسوينا وضعية الانترنت الخط الانقطاعات ما تكونش إن شاء الله في ورقلة. راه الانقطاعات شهر تحلك منه 5 أيام كاع خدمة. مدينة يعني بحجم ورقلة يعني نتأسفوا لها لوجود يعني ان سو كيما نقولوا احنا بوست فونت يعني تاع توسكي موبيليس سوا ديزون. بصح الاشكاليه تاعنا احنا عندك عندك مشكل نخلصوا في الحوانت الاخرين كيما لي كيوسك راهم دايرين ان بو بارتو يعني اللي سموه التليفون ولا اللي تاعنا. بصح كي عندك ان بروبليم يقول لك روح للبوست فونت تاعهم يعني سوا ديزون. اون فوا تروح البوست سموه يعني امبوسيبل باش تقضي الامور تاعك. المشكل اللي عندنا هو تاع لي كارت مانيتيك. كما انا نعطيك مثال، انا راني في عام ونص ما جاتنيش، وما نمشي لهم رينوبليها يقول لك مازال ما جاتش، ما عرفناش لو بروبليم وسيبوز. كان واحد الوقت دايرين شحال من اورديناتور، دروك راهم يديروا واحد ولا زوج توقع على شين كيما هكا، ماهيش حاجه مليحه. 8 ميجا نجي نخلص، هاي 500 8 ميجا، منين جيت تشوف عندي تلقاها 1 ميجا، مازال ضعيفه. ما احناش عارفين هذا، نطلبوا من الوزيره تشوف هذا الامر هذا، والحمد لله الاستقبال في تحسن، المعامله فيه مليحه، ولكن من ناحيه الخدمه مازال ضعيفه شويه. مكاتب قليله تلقى واحد عليه لاشين، فما يخص الموزع الالي اللي موجود بالبرا ما فهمناش، مره تلقى واحد ولا اثنين في البلديه على مستوى بلديه بشار كامله اللي يخدموا، الاخرين دائما خارج مجال التغطيه، ولا نعتذر لعدم تلبيه رغباتكم. تضرب كاع لي بوست لي زانكس، ما كاينش انكس فيها الدراهم دروك، كاع وهرن ابار سان شار، ولا تلقى بالك تاع ميرامار ولا هذا اللي فيهم شويه ضراب، هما كاع وهرن من بيتي من راك في حانوت وصاي ما كانش الدراهم وصاي. هنا في وهرن كاين الناس اللي ساكنين في حاسي بوني في حاسي عامر لي زونفيرون دورون كاع يجوا هنا يخلصوا لا بليبار فيهم يروحوا لسانت يوجان ولا يجوا شان شال. هذا هو المشكل اللي كاين. جستمو حنا عندنا هنا اون لتر بور انفوي ديزون اون ريكوموندي، اون ايتي فوار دو اجونس دو بوست، اون نو زون ديريجي فير لاجونس هذيا. كم كوا هذه تلقى فيها لي زامبريمي وتلقى فيها كلش، باسكو الاخرين عندهم دي شان وما كاش دي زامبريمي. اوكي وصلنا هنا قال لك هنا سي لو كوري تاعي يمشي ديزون في ساعه، الاخرين يبطاو. وصلنا هنا ميم ديزون هنا في لا لتر، ولكن ما عندهمش ميم با لي زامبريمي. شوف سير كوا اون افي لي زامبريمي، شوف هاي عندهم لي زامبريمي. المهم ما كان والو خلص غير هذا كل ساعه ساعه نجي خلص كيما هذا حكيتي قلت لها دروك وانت نجي قالت لي قاري واحد السيمانه ولا وسيمانه هذه على نقرا شي خلصت طقو ايوا قالت لي راهو ديرونجمون مانيش عارف. سيدة الوزيرة، حنا عندنا انشغال فيما يخص لي لين دو تيليفون فيكس
لي لين تيليفونيك فيكس علاه هي توجور دركا يا دي بان ريكورانت في خصنتنا سورتو في لا فيي فيل سنتر فيل باغ اكزومبل لا سيتي دو 20 اوت اي تو يا توجور دي بيرتورباسيون يقول لك سي دي شانجمون دو نيميرو مي سي سا دور سا دور بوندون دركا بلوس دو موا. الأسئلة كنت جاوبتي عليها معالي الوزير لكن حاولي جاوبي باختصار. باختصار بالنسبة لمشكلة نقص عدد الوكالات يعني صعب أنهم يدفعوا الفاتورة، نقول لهم عن قريب ما تحتاجوش الوكالات، تكون عندكم وكالة في الهاتف النقال تاعكم تقدروا تدفعوا عن بعد بدون تنقل أو في عبر الأنترنت. بالنسبة لمشكلة البريد ويعني الطرود وكل هذا، ما نساوش بلي بريد الجزائر مواردها قليلة، اليوم في كل مرة يكون أموال تدخل بريد الجزائر إعادة استثمارها، ربما مع الأشهر القادمة راح يكون تحسن وراح يشوفوه، وكاين تحسن يعني فقط نقارنوا 2015 مع 2016 كاين قفزة ومازال للأمام إن شاء الله. معالي الوزيرة في أيضا سؤال طرحوه زملائي في غرفة التحكم الآن، أنه لما تكون فيه انقطاعات في الأنترنت مرات تصل أسبوع إلى أسبوعين ما فيش تعويض، يعني اللي مخلص شهر يبقى ما فيش تعويض على الانقطاع والعطل اللي حصل. لماذا معالي الوزيرة؟ إذن كاين لابد أنه نفهمه، لما يكون الانقطاع من اتصالات الجزائر لابد عليهم التعويض. ليس نقدا ولكن يكون أسبوع مجاني إذا كان أسبوع، ثلاث أيام إذا كان ثلاث أيام. لكن في بعض الأحيان العطب ما يكونش من اتصالات الجزائر، يكون فقط من ربما السنتيمتر الأخير. إذا التجهيز في اتصالات الجزائر ما يعطيهمش أنه كاين عطب، حتى العامل في الشباك ما يقدرش هو يعطيك أسبوع مجاني بما أنه الجهاز قدامه ما يسجلش أنه كاين انقطاع. إذا مش نطلب منهم في اللحظة اللي ينقطع فيها، لازم في نفس الوقت تروحوا تخبروا على الانقطاع حتى يسجلوا عندكم انه كاين انقطاع وتقدروا تستفادوا من التعويض بعد ذلك. لكن اليوم ايضا كاين تطوير تاع يعني نظام داخلي كما عملنا في بريد الجزائر حتى يقدروا بمجرد الانقطاع يعرفوا الداخل في بريد الجزائر في اتصال الجزائر انه كاين انقطاع ويحتسبوه يعني ايام اضافيه في معي الوزيرة. في أيضا أسئلة كثيرة وكثيرة على صفحة البرنامج عبر شبكات التواصل الاجتماعي. في مثلا سؤال يقول صاحبه: تكلمت معالي الوزيرة منذ سنة وفي نفس برنامج حوار الساعة عن مشروع بنك البريد وبداية إنشائه، ولكن لم يرى المشروع النور بعد، رغم أنه المفروض أنه عنده فائدة كبيرة على المؤسسة وعلى الاقتصاد الوطني، خاصة في امتصاص السيولة المالية في السوق الموازية. ما مصير هذا المشروع في الوقت الحالي معالي الوزيرة؟ إذن مشروع بنك الجزائر، بنك البريد في الجزائر، لابد أننا نلحقوا له في يوم من الأيام، ولكن ما نساوش أن المعاملات البنكية عندها قواعد عندها معايير. بريد الجزائر اليوم راح توصل هذه المعايير لكن تدريجيا. أصلا المواطن لما يدخل المركز البريد ولا لما يدخل للبنك يشوف اختلاف، دائما في البنك كاين يعني هذاك الحاجز الحديدي، كاين تجهيزات خاصة، العمال عندهم تكوين خاص. اليوم بريد الجزائر ما تقدرش تاخذ 3700 مركز بريد تحولها إلى مراكز بنكية، لابد استثمار كبير. ما نقدروش ناخذوا 27000 عامل نكونوهم في شهر أو في سنة واحدة على المعاملات البنكية، كل هذا راح يتم تدريجيا لما كل شيء يكون جاهز. في ذاك الوقت التنظيم يتبع وتتحول إلى بنك، لأني أنا من أمنش بالحلول السحرية أنه يكون قرار سياسي نحولوها إلى بنك ومن بعد يبدأوا المشاكل وتبدأ النقائص. تدريجيا نكونوا العمال، نغيروا تحديث وعصرنة المكاتب واحدة بعد الأخرى مع النظام المعلوماتي الجديد، وتتحول إلى بنك البريد في السنوات القادمة إن شاء الله. إن شاء الله. سؤال أخير معالي الوزيرة: الحظائر التكنولوجية اليوم في الجزائر في وضعية سيئة، يعني من عنابة إلى وهران إلى ورقلة إلى سيدي عبد الله، ما السبيل اليوم لترقية هذه الحظائر؟ والله كاين مشكلتين اللي يوقفوا. أولهم أنه حظيرة يعني الوكالة الوطنية لترقية الحظائر كانت تعاني من مشاكل، المشكل يعني الأساسي هو الميدان اللي تعمل عليه. الخبر يعني صار اليوم هو أنه في ولاية وهران كل المشاكل رفعت، مع الأسبوع القادم إن شاء الله يبدأ الاستثمار حتى يبدأوا يديروا يعني أول يبدأوا يبنيوا الوكالة في وهران. هنا في الجزائر العاصمة سيدي عبد الله كذلك كان مجهود كبير من مديرية أمن
املاك الدوله ومع وزاره السكن ومع وزاره الانفيرونمون حتى كل المشاكل يعني تاع الفونسي نحلوها ونسمحوا لهذه الوكاله من انها تستقطب يعني الشركات التكنولوجيات باش تكون يعني في القطب التكنولوجي وتسمح للتطوير يعني لانه قرابه الشباب هذو تاع لي ستارت اب مش الشركات التكنولوجيه هي اللي تسمح لهم بالابداع. لكن في نفس الوقت المشكل الثاني هو ما نقدروش نستحثوا محتوى وطني اذا كان ما يمشيش مع الكيلومتر الاخير لتدفق الانترنت. اليوم نظن انه شركات مصغره جدا مع فتح الكيلومتر الاخير ومع توفير الوسائل لهم في في في, في الاقطاب الثلاثه تاع النابه وهران والجزائر العاصمه راح يكون عندهم امكانيه حتى يكون عندهم يعني تجاريا تكون شركات ناجحه باذن الله. معالي الوزيره لك ان تخاطبي عمال واطارات القطاع شركاء كائه الاجتماعيين وكذا المواطن في ختام هذا البرنامج. والله لعمال القطاع كلهم بدون أي استثناء نقولهم شكرا شكرا جزيلا على كل مجهوداتكم، ولكن نقولهم ما تنساوش أنه مع كل الحقوق اللي عندكم أنتم تعملون عند الشعب الجزائري، ولابد أنكم دائما 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 تواصلوا مجهودات أكثر. كل عمل تقوموا به راه يحلل يعني الاجر لك وتاخذوا فيه، ولكن في نفس الوقت اذا زدتوا من عندكم فهذا تضحيه راكم تقوموا بها للشعب الجزائري. الشريك الاجتماعي نقولوا شكرا على يعني التفاهم نتاعكم، ولكن واصلوا هكذا. اذا احنا رانا ننهضوا بالجزائر، ولكن في نفس الوقت اي تحديث تزيدوه اي ارباح تزيدوها راح تعود بالفائده على العمال قبل اي شخص اخر. شكرا جزيلا. والشعب الجزائري نقول له نستناو منك انك تامن ببريد الجزائر، تامن باتصالات الجزائر، الشركات الوطنيه هي ملك للشعب الجزائري. اصبروا علينا، على بالنا كاين مشاكل ولكن راكم تشوفوا بلي كاين تحسن، وفي المستقبل ان شاء الله راح يكون تحسن اكبر. شكرا جزيلا معالي الوزير على هذا الحضور المفيد والجميل جدا. شكرا لكم أنتم مشاهدي في كل مكان. شكرا للفريق التقني أجدي خمسة العامل معي هذا المساء، للمشرف على البرنامج، للمخرج، لعائشة. لكم أنتم مشاهدي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.